أكيد لكم كل الخيار. وإذا تحب ممكن يعني بس نحب نسمعه حتى يعني نسمع منكم مباشرة. الكرد هي أمة. نعم. أنا أرى أنه للكرد نفس الحق اللي يتمتع به الأمة التركية والأمة العربية والأمة الفارسية وأي أمة أخرى. نعم. لا تقل شأنا عن هذه الأمم. نعم. لكنها ظلمت تاريخيا. نعم. نحن نعيش الآن في واقع نريد أن نحقق أهدافنا في ظل هذا الواقع الموجود، لكن حق أنه هذه الأمة تكون تقرر مصيرها بنفسها هذا حق منح الله لهذه لأمم الأرض. لكن الواقع الذي نعيشه الآن نعرف أنه يجب أن تحل كل المشاكل بطريقة ديمقراطية وبعيدا عن العنف، ولا أريد أن أعلق أكثر. نعم، هذا نكتفي بها. هناك محاولات لتشكيل الحكومة في العراق، أين وصلت وما هي موقفكم؟ وكان لكم تصريح على ما أتذكر إن لم يكن مشاركة المجموعة العراقية لا يمكن إقامة حكومة العراقية المستقبلية. لا أعتقد، أنا صرحت بذلك، قلت أنه من حق العراقية أن تكلى بتشكيل الحكومة، لكن أقول أنه هناك مكونات أساسية والقوائم الفائزة واضحة ومعلومة. الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة شراكة وطنية وحكومة وحدة وطنية، ولا يجوز تهميش أو إقصاء أي طرف. هذا هو رأينا. ممكن نفتحها قليلا، لأن كثير من الأطراف يذكرون الحكومة الوطنية، ما المقصود؟ القوائم الأربعة التي فازت: العراقية، دولة القانون، الائتلاف الوطني، والتحالف الكردستاني، مع القوائم الأخرى أيضا ممكن الأخذ بنظر الاعتبار حقوق جميع القوميات والأطياف الأخرى. نعم. لكن هي هذه القوائم الأربعة، أي حكومة بدون هذه القوائم الأربعة ستكون ناقصة. طيب أين وصلت الاتصالات حول تشكيل الحكومة؟ أو السيد طارق هاشم وصل إلى أنقرة قبل قليل أعتقد، أين وصلتم في تشكيل المحاولات تشكيل الحكومة؟ النتائج صدقت من قبل المحكمة الدستورية قبل 3-4 أيام، وستبدأ القوائم بالمباحثات الجادة والرسمية بعد الآن، وأمام هذه القوى 15 يوم أمام البرلمان لكي ينعقد جلسته الأولى طبعا خلال هذه الفترة يمكن سينجلي الموقف أكثر، لكن المباحثات ستبدأ بعد الآن. أين الخلاف الأساسي؟ هل هو في تسمية من يتولى رئاسة الوزراء، أو ما هي الخلاف أصلا؟ طبعا ترشيح رئيس الوزراء أعتقد هو سبب أساسي في تعقيد الموضوع. طيب أنتم من تؤيدونه؟ هل يمكن إعلانه؟ أولا ليس لدينا فيتو على أحد، وليس لدينا مفاضلة. نعم. أيضا نحن نتعامل مع البرنامج حقيقة وليس مع الشخص. سنتعاون ونؤيد من يكون أقرب إلى برنامجنا، أو من يكون أقرب إلى الفهم المشترك. ليس لكم أي تحفظ ضد أي من المرشحين؟ لا. طيب يقال أن هناك خلافات حول مرحلة ما بعد الولايات المتحدة إذا انسحب من العراق، هل هذا كيف الخلافات حول ما الذي سيكون في العراق إذا انسحبت من الولايات المتحدة من العراق؟ لابد أن تعود هذه القوات إلى بلادها، لكن على الحكومة العراقية القادمة وعلى القوى السياسية العراقية أن تحل المشاكل القائمة وتشكل حكومة قوية، بحيث يكون هناك استقرار سياسي وأمني، وإلا إذا لم نتوصل إلى هذه الحلول قبل انسحاب القوات الأمريكية أنا أتوقع أن تحدث مشاكل كبيرة في العراق. نعم. موضوع أخرى هي موضوع مشكلة مدينة كركوك، أين وصلنا وأين الحل في موضوع الكركوك؟
موضوع كركوك محلول وفق الدستور، إذا طبق الدستور ونفذ الدستور لن تكون هناك مشكلة باسم مشكلة كركوك. تطبيع، إحصاء، استفتاء، هذا هو الحل الدستوري الصحيح والذي وافق عليه الشعب العراقي وصوت الشعب العراقي لصالح. هناك محاولات لفرض العقوبة الدولية على إيران من جديد إذا لم يصلوا إلى أي اتفاق بموضوع تخصيب الأورانيوم الإيراني. ما الذي سيتخذها العراق إذا طبق بعض الأطراف الغربية فرضا على الإيران؟ أعتقد العراق ليس في وضع أن يستطيع أن يؤثر على هذا القرار أو أن يغير القرار أو أن يقدم شيء. لا، هل سيلتزم بما يتخذه الغرب أم مثلا تركيا أعلنت أنها لن تلتزم؟ الحقيقة يجب أن يوجه هذا السؤال إلى رئيس وزراء العراق وإلى برلمان العراق. طيب، إن شاء الله عندما نقابلهم نسألهم مرة أخرى. سيد الرئيس، نعود مرة أخرى إلى التركية في ذاكرة السيد مسعود بارزاني. مثلا هل تسمعون أغاني تركية؟ أنا عندما كنت في أربيل وجدت كثير من الأكراد موجودون هناك يستمعون على الأغاني التركية. طبعا أنا أسمع الأغاني التركية وأعتبرها ألحان جميلة جدا. مين مثلا يعجبكم من الفنانين الأتراك؟ من الرجال تاتليسس إبراهيم تاتليسس، ومن السيدات بلقيس. بلقيس، بلقيس أقالة، بلقيس أقالة، هي مغنية مشهورة وقديمة. طيب، هل تشجعون أندية تركية في كرة القدم مثلا؟ والله أنا عندما يكون لدي مجال أتفرج على مباريات كرة القدم، لكن ليس لدي اهتمام خاص بالأندية التركية حقيقة. نعم، فضل. ولا بالأندية الأخرى، لا. الاهتمامات تغيرت، وإلا أنا كنت لعب كرة قدم. لعبتم كرة القدم. هل هناك مثلا في تخطيطكم توجيه الدعوات إلى الفرق التركية في اللعب في أربيل أو أغنية؟ هذا مفيد جدا، وممكن طبعا نشجع نوادينا وفرقنا أيضا أن يوجهوا دعوات إلى النوادي التركية وأن يأتوا هم إلى تركيا ويجرون مباريات مع الفرق التركية. هذه في كثير من الأحيان ما تحققه الرياضة ربما تعجز السياسة عن تحقيقه. ولذلك أسأل، هل المحادثات التي أجريتموها في أنقرة هيئ الأجواء لتقديم مثل هذه الدعوات؟ أعتقد هيئت الأجواء لكل المجالات والفعاليات. إذن هل هذه الزيارة ستكون، هل نستطيع أن نقول مثلا زيارة مهمة وزيارة ربما نقطة التحول؟ ممكن وصفها بزيارة مهمة ناجحة ومثمرة. يعني لا تريد أن تفصله، ولكن ما فهمته يعني هي فعلا زيارة ناجحة ربما يهيئ لتطورات هائلة قادمة. نأمل، هذا المتوقع. طيب، ما الذي لا تنساه السيد مسعود بارزاني عن التركية من الذكريات مع رئيس السابق طرغوت أوزال أو مع الشخصيات التركية؟ حقيقة أنا أول لقاء، وأنا التقيت مع الرئيس الراحل أوزال ثلاث مرات. أنا أعتبره رجل عظيم جدا، ولا يمكن أن أنسى المودة والانفتاح اللي لاحظه. أعتقد ما يقوم به الآن السيد رجب طيب أردوغان تقريبا نفس الأفكار اللي كان يحملها السيد أوزال. هل هناك يعني مواقف إنسانية حدث بينكم وبين أوزال أو بينكم وبين رجب طيب أردوغان؟ طبعا أوزال غير السياسة، أنا لا أسأل عن السياسة. هلا أوزال لعب دور كبير في توفير الملاذ الآمن للشعب الكردي عندما قام بالهجرة المليونية. مثلا السيد أردوغان قاد قافلة من اسطنبول لنقل المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين. طبعا هذه مواقف إنسانية تقدر كثيرا. هل هناك مثلا لحظة لا تنساهم أبدا عن التركية، عن الشخصيات التركية؟
كنت أسأل عن السؤال غير المواقف السياسية، لا أتحدث عن السياسة، المواقف الإنسانية أثناء الأكل، أثناء المحادثات، أثناء شيء من هذا القبيل، لأن هذه الأمور ربما يبنى عليه سياسة أقوى. طبعا العلاقة الشخصية والجانب الإنساني يؤثر على الجانب السياسي أيضا. فعلا أنا كما قلت ما لاحظته في الرئيس أوزال أنا كنت معجب به، يعني بإنسانيته. وقبل يومين عندما التقيت مع الأخ دولة رئيس الوزراء السيد رجب طيب أردوغان، أيضا لأول مرة ندخل في هيك حوار ودي وأخوي، أيضا اكتشفت فيه جوانب إنسانية رائعة. مثلا هل خاطبكم بالتركي بالكردي أو العربي؟ بالكردي رحب بي باللغة الكردية. ماذا قال؟ بخير هاتي بالكردي. نعم. لأنه هو من عادته هكذا. ثم بعد ذلك؟ بعد ذلك دخلنا في حوار، في مباحثات أخوية وودية، وكان هناك تفاهم كبير بيننا. طيب سيد أحمد داوتولو وزير الخارجية، أنا التقيت به عندما زارنا في أربيل في أكتوبر العام الماضي، رجل مثقف ورائع، وأعتقد هو نعم الصديق والمساند للسيد أردوغان. يعني أنا أعتبره رجل بكل معنى الكلمة، يعني منفتح ويقود السياسة الخارجية التركية من نصر إلى نصر. نعم، يعني معجبين بسياسته الخارجية في المنطقة خاصة. طبعا تركيا كانت شبه معزولة سابقا، الآن أصبحت تركيا منفتحة ومفتوحة ومقبولة وموضع تقدير لدى العديد من شعوب العالم والدول العالم أيضا. طيب هل صار أي موقف إنساني معه أيضا لا تنساه، مثلا خاطبكم بالكردي أو شيء من هذا القبيل؟ والله هو حديث، هو يعني من يتكلم يتكلم بود، وأعتقد بطريقة أخوية وبطريقة بعيدة عن الدبلوماسية في كثير من الأحيان، يعني حديث أخوي. إذن هذا الأسلوب يؤدي إلى نجاح الدبلوماسية بدون شك، نقول؟ بدون شك الحديث الأخوي والودي وإظهار المودة والأخوة بدون شك يؤثر. بالنسبة للمعارضة التركية، هل في مرتقب بالتقاء مع زعماء الأحزاب المعارضة في تركيا؟ هل في تخطيط؟ طبعا أنا أحترم المعارضة التركية أيضا، لكن في الحقيقة ليس في برنامجي أن ألتقي معه. نعم، نشكركم شكرا جزيلا. أعتقد الفترة الأخيرة هي أهم ما تحدثنا فيها، وما فهمته من كلماتكم أن إذا صار هناك العنصر الإنساني يسيطر على العلاقات يبنى عليه سياسة أقوى. صحيح. نعم، متى سنرى السيد مسعود برزاني مرة أخرى في أنقرة وإسطنبول؟ الله إن شاء الله عندما تكون هناك حاجة، لكن بدون شك لن تكون هذه الفترة بعيدة مثل المرة السابقة، ستكون الزيارات متلاحقة ومتقاربة إن شاء الله. هل سيكون هناك زيارات إلى أربيل؟ هل اتفقتم على ذلك؟ بدون شك تكون نتزاور بعد الآن فيما بيننا. يعني سيكون هناك زيارات أكيد من مسؤولين في أنقرة. نعم. إلى أربيل. نعم نعم. شكرا جزيلا سيد الرئيس، إذا كان لديكم الخطاب الأخير أو الجمل الأخيرة تفضل. والله عندي ملاحظة. تفضل. أولا في بحسب دستور العراق العنوان الرسمي هو أقليم كردستان. نعم. وليس شمال العراق. نعم. ولو نحن أقليم جزء من العراق. نعم. فلذلك صحح هذه المعلومة. طيب. أقليم كردستان وليس شمال العراق. طيب. أوكي. وهو كذلك. وهو كذلك. شكرا جزيلا، شرفتمونا، نورتمونا في اسطنبول. شكرا. وإلى لقاء أخرى إن شاء الله نعملها في أربيل إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا مشاهدينا الأعزاء، وبهذا وقد انتهينا من لقائنا الخاص في هذه المرة. التقينا بالسيد مسعود البرزاني الذي كان يزور أنقرة وإسطنبول، حيث التقى مع كثير من القادة الأتراك. وإلى لقاء أخرى في برامجنا الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.